عايزاكي تسألي عطا إذا كان متأكد إن العمارة هي اللي شاف فيها عبد السلام بيدخلها يوم ما مشي وراه ولا لأ. يا حبيبتي أسأله ولو إن الواد أكد لي إنها هي. الله، أصلها لو كانت هي هتبقى الحكاية غريبة قوي. ولا غريبة ولا حاجة، كونهم ما كانوش هناك في الشقة المرة اللي فاتت فده مش معناه إنهم ما لهمش علاقة بالشقة دي. أنا متهيألي إن عطا غلطان في عنوان العمارة، لأني شفت الشقة دي قبل كده، والله يا ناس رحتها قبل كده لما عملوا الإعلان، أنا متأكدة كانت مكتب استيراد وتصدير، واللي قابلني واحد تاني خالص. بس استنوا استنوا، ده قال لي إنه ليه شركة. بس وهم أكيد فعلا يبقى يا بسيون يا عبد السلام. لا لا لا، ده اللي قابلني شاب صغير. شاب صغير؟ أيوه. يمكن سامي صاحبه، ده شاب عازب ودايما بسيوني بيكلمني عنه. مش عارفه بقى والله انا اتلخبطت. انتوا عايزين رايي بقى؟ انا بقول ايه، لا نعتمد على بهانه ولا على عطا، احنا نعتمد على نفسينا. كرهيره يا بهانم، عايزاني امشي في الشارع ورا بسيوني اراقبه؟ شهادات ايه بس اللي خدتوها؟ شوفوا بقى، انا عندي خطه ما تخرش الميه، بس ادوني فرصه بقى اتكتك. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. ازيك يا عم سعيد؟ الف حمد لله على السلامه. الله يسلمك. ازيكم كلكم؟ الحمد لله كلنا كويسين. وازاي بوشكا يا عم سعيد؟ بوشكا زعلان قوي من يوم ما سافرت، ما حطش لقمه في بقه. هو فين؟ جوه، والبيبا سيوني كمان جوه، خلاص طلع على المعاش امبارح وابتدى الشغل النهارده. طب انا هدخل اسلم على الاستاذ بسيوني. اتفضلي يا فندم. سالي، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. بابا زيها؟ الحمد لله. ايه ده كله؟ ايه اللي انت عامله ده كله يا استاذ بسيوني؟ وانا عملت حاجه؟ عملتش حاجه؟ صينيه بطاطس، محشي، تورلي، لحمه، كل الطبيخ ده وما عملتش حاجه؟ سالي انت تعبتي 3 ايام، لازم لما ترجعي تلاقي كل حاجه جاهزه. تقدريش تتصوري انا كنت سعيده قد ايه لما كنت قاعد في المطبخ وبطبخ لك. ايوه، بس من النهارده مفيش دخول المطبخ، الشغل الجد هيبتدي. اتفضل. لا لا يا سالي، لا، انا صحيح اتحلت على المعاش وتفرغت لشغل المكتب خلاص، لكن الطبيخ ده هوايتي. أنا مش عايزاك تقول حكاية المعاش دي خالص، المعاش ده توقف عن العمل الوظيفي، ما هوش نهاية الحياة، بالعكس. الواحد بيطلع على المعاش عشان يستريح، معاش يعني راحة، يعني قعد في البيت. هتحس إنك كسرت قيود الوظيفة وانطلقت. تشتغل لنفسك، تكسل على نفسك. انت عملت اللي عليك واديت واجبك واكتر، وكنت مثال الموظف النشيط. عارف يا بسيوني، انا من رؤسائك اديك 10 على 10. القدرة على العمل أو عدم القدرة ملهوش دعوة بسن الستين. في ناس بتشتغل وبتنتج وبتعطي وبيبقى عندها 80 و90 سنة، وفي ناس بيبقى عندها 40 سنة وما عندهاش قدرة على العطاء. أستاذ بسيون، أنت رحت فين؟ أنت مش معايا ولا إيه؟ لا معاك. كلامك ده هو اللي صح.
اول عميل للشركه بيضرب الجرس. طب نقرا الفاتحه قبل ما نفتح له الباب. انا خارج يا نجوى، عايزه حاجه؟ ايش 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 ايه الشراكه دي كلها؟ على فين العزم ان شاء الله؟ على المكتب طبعا، يعني هكون رايح فين؟ ده احنا بقينا بنروح المكتب متشيكين اهو، لازم بقى المسائل بقى فيها مسائل. لا ابدا يا نجوى، بس النهارده بقى ابتدينا الشغل الجد. صحيح. الف مبروك، ربنا يوفقك. متشكر. طيب تعالى هنا طمني، ايه الاخبار؟ ولا حاجه. كلمتها؟ جيت اكلمها لقيتها كاتبه على قلبها يافطه مكتوب عليها غير مخصص للحب. مش فاهم. قالت لي انها من ساعه ما اتخرجت وهي قافله على قلبها بقفل ومنع الدخول لغايه لما تاخد الماجستير. والله لو حبسه قلبها في ام ورميه المفتاح في قلب المحيط، لما الحب بيجي هينزل بنفسه يجيب المفتاح من المحيط ويفتح. طب مش لما يجي الاول. مالك يا بوشكا؟ شكلك زعلان ليه؟ عشان بشتغل وسايباك؟ معلش، لما اخلص الشغل اللي ورايا هقعد العب معاك. طيب؟ يا سلام، الحمد لله، بسم الله ما شاء الله والله اكبر. شوف اول عمليه لكن ايه، خبطه حلوه، وباذن الله هتتنفذ خلال اسبوع. استاذ بسيوني، اللي عملت ايه في الجواب اللي هنبعته لالمانيا؟ سالي بتكتبه على الماكينه. ايوه يا جماعه، بمناسبه سالي، هل يا ترى هي خاسه شويه ولا انا بيتهيالي؟ لا انت عندك حق، هي فعلا تبان خاسه قوي. ما تلاقيها بقى ما نامتش الثلاث ايام دول وقعدت مع الست والدتها تحكي لها على المصايب اللي احنا بنعملها هنا. تعرف يا لمين، انا متهيألي الست والدتها عارفانا واحد واحد وبالاسم خصوصا الاستاذ. الا من حق. انتوا ايه رايكم في الاقتراح بتاع سامي؟ لا اقتراح مهابب طبعا، قال ايه عايزني اروح اقول للرتيبة مفيش دورة ولا حاجة ويحكي لها المكتب بقى بصراحة. يا حبيبي كانت شنقتني اولا بعدين جابت لي المأذون. صعب صعب قوي اقول للجمالات دلوقتي عن حكاية المكتب. هتقول لي انت مستعجل ليه؟ مش كنت تستنى سنتين ثلاثة وبعدين تقول لي؟ ده غير مواعظ الصبح والظهر وبعد الظهر وبالليل. مش عيب واحد في سنك يكذب؟ انت خلاص، انت عجزت، انت اتحلت عن معاش. الاخ الاخ الاخ. ما تنسوش كمان انهم عارفين احنا بنروح فين بالليل دلوقتي. ده غير الفكرة العظيمة اللي واخدينها عن المكتب ده، اللي هو اصلا من وجهة نظرهم هوش مكتب ولا حاجة. بقول يا نبيل، من رأيي نهدي اللعب شوية لما نشوف خطوتهم الجاية ايه، خصوصا ان عطا معانا هيجيب لنا اخبارهم. ايه حكاية عطا دي؟ بقى عطا الساعي بتاعنا يجيب لنا اخبار من مراتاتنا من بيوتنا؟ دي مهزلة. روقنا انت يا اخرة، تقعد تنفع. ما مش مستاتكم هم اللي عملوا كده. ما تقولش هم، اوعى تقول هم دي، حافظ على الفاظك قول هي. مراتك هي اللي عملت كده. وبعدين مين عطا ده يا استاذ؟ مش ده يبقى ابن اخت خاله بهانه قارئه الفنجان بتاعت الست مراتك؟ اسكت. هاي ايه الجواب؟ شكرا، برافو. بكره الصبح تبعتي المانيا مسوجر. حاضر. ها والبهوات جوه من امتى؟ البيبسيوني جه الصبح وجه اول واحد بعد الظهر، والبي نبيه جه من ساعه ووراه على طول البي عبد السلام. طب كويس. والست سالي جت من الزقازيق. طب هايل هايل. اعمل لك القهوه؟ ايوه من فضلك.
اعملها واديها لي في اوضه الاستاذ بسوني. حاضر. اعمل لي قهوة يا ست سالي؟ لا شكرا يا عم سعيد. ليه؟ مش ناوية تسهري تذاكري بعد ما ينزلوا؟ ان شاء الله بس مش عايزة قهوة. عم سعيد وضبت قط الاستاذ عبد السلام؟ من زمان وقعد فيها شوية قبل ما يروح يقعد مع البيبة سيوني. وصلت الضيوف؟ وصلت الضيوف. طب وقت الأستاذ سامي؟ وضبطها وقاعد فيها دلوقتي. صحيح يا عم سعيد؟ وكنت عنده دلوقتي وطلب مني قهوة. طب بقولك ايه يا عم سعيد، ممكن تعمل لي قهوة؟ اصلي انا ما ذاكرتش خالص النهاردة، وبعدين الشغل ابتدى مفيش وقت اذاكر غير بالليل. حاضر، بس بعد ما اعمل له القهوة واوديها له قبط البيبة سيوني، عشان هو قال لي وديها لي عند البيبة سيوني. عم سعيد طب بقولك ايه، انا هعمل القهوة للأستاذ سامي، وانت اعمل شوية لبن وعيش لبوشكا لحسن ما اكلش طول النهار. حاضر. ادخل. مساء الخير. مساء النور. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. عم سعيد قال لي انك طلبت قهوة. ايوه. تتضايق لو انا اللي عملتها لك؟ اتضايق ازاي بس؟ معقول؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ اصل عم سعيد مشغول في المطبخ. يا ريت كل ما اطلب قهوة الاقي عم سعيد مشغول في المطبخ. تحب اجيبها لك في اوضه الاستاذ بسيوني؟ عم سعيد قال لي انك هتكون هناك. لا معلش اجيبها لي انا هشربها هنا. انا من رايي بلاش نشتغل في الحاجات الاستهلاكيه والرفيعه دي اللي ما لهاش اي فايده للبلد. والله عندك حق يا استاذ بسيوني، رغم ان الحاجات دي بتكسب ذهب، لكن الحاجات المفيده برضو بتكسب. مش لازم ذهب، لكن نحس ان احنا بنفيد بلدنا. انا معاك انتوا الاثنين، عشان يبقى الكلام بشكل موضوعي ومحدد، يعني نستورد مثلا اخر ما توصل اليه العقل البشري من الات حاسبه، آلات زراعية، مصانع، مش السلع الاستفزازية زي الباروكات والمكياج وحاجة التواليت دي. أنا في الحقيقة مش عارف أقول لك إيه. ما تقولش حاجة، اشرب القهوة وأنت ساكت. إنما هي إيه الحكاية؟ هو أنا هشرب فنجانين قهوة لوحدي؟ لا، إذا ما كانش عندك مانع هشرب قهوتي معاك. ده يسعدني طبعًا. قولي لي بقى، ايه اخبار والدتك في الزقازيق؟ الحمد لله اتحسنت قوي. مبروك على ايه؟ ابتداء الشغل. الله يبارك فيكي. اتاخرتي ليه؟ تسمحي لي اجاوب انا الاول؟ انا اتاخرت علشان اضمن لما اجي الاقيك رجعت من الزقازيق. لو كنت جيت وما لقيتكيش كنت حقلق قوي، كنت هقول يا ترى اتاخرت ليه؟ يا ترى جايه ولا مش جايه؟ اتاخرتي ليه؟ لو قلت لك اني كنت عامله حسابي ارجع من الزقازيق بكره
لكن رجعت النهارده. ابقى كده اتاخرت. خفتي تتاخري على مذاكرتك؟ جيتي بدري عشان افتتاح المكتب؟ يعني ده سبب من الاسباب، وما تسالنيش ايه هي الاسباب التانيه. لانك مش عايزه تقولي لي عليهم؟ لاني مش متاكده منها. على كل حال انا مش مستعجل. المهم ان سامي الجديد هيفضل جديد. اذا اتغير هيبقى للاحسن. الحاجات اللي هنصدرها لبره بقى لازم تكون عنوان لتقدمنا وحضارتنا. والله عندك حق. تعرف انا احساسي ان اي حاجه احنا بنصدرها طالما مكتوب عليها صنع في مصر بتبقى سفير البلد، بتقول للعالم بلدي اهي بتنتج بالشكل ده، تقدمت بالشكل ده. اه على كل حال انا رايي ان احنا لازم نقعد مع بعض مره واثنين وثلاثه علشان نحدد نوعيه الحاجات اللي احنا هنصدرها لبره واللي هنستوردها كمان. هو سامي اتاخر ليه؟ لا زمانه جاي. الله يا اخي احنا لسه في سيرتك، يا ريتنا افتكرنا مليون جنيه. انا افكاري هي اللي هتجيب لكم المليون جنيه يا حلو. يعني هم زمانهم هناك دلوقتي واحنا قاعدين هنا مش عارفين نعمل حاجه. اكيد هم هناك مع بعض مادام كل واحد منهم خرج من بيته في وقت متقارب. هنتصرف ازاي يا مادام رتيبه؟ قلت لنا سيبوني اتكتك، وده احنا سبناكي. انا هعرف جوزي بيروح فين وايه الشقه دي بطريقتي. وايه هي طريقتك دي؟ لا مؤاخذه يا جمالات هانم يا اختي، انا صح يعني مش متعلمه كده زيكم. انا يا دوبك لهفت الابتدائيه وخدتها جري وقعدت في البيت واتجوزت. انا بقى مش هستنى لما بيتي يتهد واقعد اتفرج. طب قولي لنا هتعملي ايه عشان نعمل زيك. ما انتوا بقى مش هتعملوا زي. عارفين ليه يا حبايبي؟ عشان انتوا متعلمين ومستوظفين. خلاص لما تتكتكي وتنفذي التكتيك بتاعك بدينا خبر ان شاء الله. تشربوا ايه يا جماعه؟ معلش انا اسف نسيت اسالكم، يعني اعزمكم على حاجه؟ لا ابدا مفيش داعي، احنا ماشيين على طول. خديني معاكي يا جمالات هانم يا اختي، انا حاسه بقى ان التكتكه ابتدت تشتغل وحاسه ان بكره بعد الظهر هبتدي. Thank you.
حرامي 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 حرامي. الراجل هيروح مني، الراجل هيروح مني، حرامي هكون شطيت، الراجل راح مني، الراجل يبقى عاكل بسكويت عازم شنطتي، الراجل هيروح مني، الراجل راح. يا بيه بس يعني شويه كده بس يعني انا يا بيه يعني انا اخش اسم بوليس بس اتفضلي حضرتك مش عارف انا مين. اتفضلي طب دي اضحك يا بيه. يا بيه انا بريء، ثلاثه بالله العظيم انا بريء. بس يلا خلينا اعرف اكتب المحضر اللي في ايدي ده يبقى صلب. يا بيه انا ماليش دعوه بيهم يا بيه. والله العظيم ثلاثه بيكم في الحادث لغايه الصبح. انت فسح ما زقش كده يا بيه. انا وايه دول كمان؟ الراجل ده سرق الشنطه من الست دي وجري. فين؟ في الشارع. طب خليهم دلوقتي اما اخلص الهيد. حاضر يا فندم قدامك. يا سعاده بيه امين الشرطه، انا يا اخويا انا متنازله، انا عايزه بقى الشنطه بتاعتي وراها على طول. ما ينفعش يا سيدي. ما ينفعش ليه يا سعاده البيت؟ طب بلاش، انا مش عايزه الشنطه، خدوها انا مش عاوزاها. بس ممكن سعادتك يعني تؤمر يجيب لي الشنطه اخد منها فلسه بس عشان حق التاكسي واروح على طول. خدوها يا بيه انا مش عاوزاها. يا ستي ما ينفعش. يا بيه اله لا يسيئك انا كده هتفضها. يا ستي ما ينفعش، اتفضلي اقعدي على الدكه دي دلوقتي. طب ده انا بس كنت بتكتب، انا بتكتب من هنا يا بيه. نعم. رجليا وجعتني دلوقتي. يا سلام. اجيب لي سيادتك فوتيل تنجد بريش النعام علشان تستريحي عليه. يا بيه انا ما عملتش حاجه، انا كنت ماشيه في الشارع. اخلصي فضلي اقعدي هنا جنبها. فسحي شويه بس، فسحي. بقول لك ايه، ما تاخدي البال يا اختي. بعيد انا ناقصاكم. ويسر الشركه ان تتلقى ردا على عرضها هذا في خلال 10 أيام من تاريخه. خلاص؟ ايوه. طب لو سمحتي اكتبي الجواب ده على المكنة. حاضر. وابعتي نسخة للأستاذ بسيوني علشان يمضيها ويعتمدها. ده نزل؟ بكرة الصبح أول ما يجي إن شاء الله. حاضر. في حاجة تانية يا فندم؟ لا يا فندم، مفيش أي حاجة تانية يا فندم. اللي بعده انت يا بنت يا ام البنا. انت يا اختي ام البنا بنده عليك انت وحيد وتنفذ. ايوه يا بيه. اسمك ايه؟ خدمتك الطفى ابو سريع الجناين. سنك تديني كم سنه يا بيه؟ جرايه يا بنت، نهزر ولا ايه؟ عندي كم سنه؟ 28. اصغر مني. يا سعاده البيه، يا سعاده البيه الساعه بقت 10 دلوقتي وتاخرت، انا عايزه اروح يا سعاده البيه. سيب شغل يعني وشوف قضيه حضرتك. بالدور يا سيد، بالدور. بالدور ايه يا سعاده البيه؟ هو احنا يا اخويا واقفين في طابور الجمعيه وكمان هتتريقي؟ اتفضلي اقعدي مكاني. ما هو كمان يا سعاده البيه مش معقول، مش معقول ابدا انا اقعد مع الاشكال دي. نعم يا اختي، مالها الاشكال دي؟ اسم الله على شكلي، السفيره عزيزه ولا ملكه جمال الكون؟ بس يا بنت يا الطا، ما انت شايف يا بيه. اتفضلي يا ست ارتاحي، قضيتك لسه كبيره، فيها سين وجيم وفيش وتشبيه ويا عالم. يا عالم يعني ايه؟ فيها سجن؟ فيها سجن؟ انا اتفضلي يا ست ارتاحي، انا اللي جبته لنفسي، انا اللي جبته لنفسي. معاك الطا يا بنت الطا؟ ما بستعملهاش يا سعاده البيه. فاتيمة، 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 رتبة يا رتبة، رتوبة. ايوه يا سيدي. ايه قضيتك؟ المتهم ده سرق الشنطة من الست ديت وجري على طول. تعالي يا ستي مستعجلة. ايوه يا اخويا انا المستعجلة. اسمك؟ اسمي مدام رتيبة، مدام رتيبة ابراهيم خضر.
سنك. سني؟ ليه؟ يوه يبان عليها ليلة مش فايدة. سنك كام يا ست؟ إذا كان جوزي يا بيه اللي هو جوزي ما يعرفش سني، تقوم أنت هتعرفه؟ ده كلام، ده كلام يا بيه. جوزك ده في البيت، هنا محضر بوليس رسمي، سنك كام؟ طب وإيه دخل بس السن في الراجل اللي خطف الشنطة؟ لازم تقولي سنك واسمك وعنوانك في أول المحضر. على كل مش عايزين، أنا هسننك. السن 65 سنة. ايه ده حيلك يا بيه حيلك؟ ايه ده 65؟ ايه ده يبقى افترا، ده يبقى تزوير في اوراق رسميه. انا عندي 22 سنة. نعم. 34. ايه 36 اخر كلام، والله لا افتكر. اكتب يا بيه. يا بنت انطقي، نزلت امتى؟ انا ما بعرفش في الساعة يا بيه. طب يعني حوالي امتى كده؟ يعني ايه حوالي؟ يوه ثانية ما تجننيش، نزلت امتى بالظبط؟ بعد ما حضرتك نزلت بشويه. طب ما تقولي كده من الصبح، ما قالتلكيش راحه فين؟ هي عمرها بتقول لي راحه فين يا بيه؟ يعني انت ما تعرفيش الراجل ده قبل كده؟ لا، وانا يعني اعرف حراميه؟ ممكن بس سعادتك تقول لي اطلب التليفون. ولو انه ممنوع لكن اتفضلي. متشكره، الله يسترها معاك ويعلي مراتبك يا رب. على اسمك. السويتش هيرد عليك، قولي له النمره اللي انت عايزاها. طب انت ما سمعتهاش بتتكلم في التليفون بتقول حاجه لحد من صاحبتها؟ لا يا بيه خالص خالص ابدا. طب اتفضلي انت يا سنية. الو، ايوه رتيب بن عبد السلام، انت فين يا رتيب؟ فليز اجيلك؟ حصلت اروح المك من الاسامه يا رتيبه؟ اما انت قضيت حته ليله في اسم العجوزه. ليله يعلم بيها ربنا. اللي مجنني ايه اللي جابها الشارع ده؟ المفروض الحادثه حصلت في الشارع اللي فيه المكتب. اكيد يا استاذ كانت عامله علينا هنا هجوم انفرادي. يا جماعه اسمعوا كلامي وصدقوني، قولوا لهم الحقيقه. هتخبوا ليه؟ هو انتوا بتسرقوا؟ انتوا بتشتغلوا في شركه وشغلتكوا مش بعيد عن شغلتكوا الاصليه. ما انا خايف ما خلص منها. اولا هتقول لي المصروف لازم يزيد، وانا طبعا مراتي هتقول لي سيبنا اشتغل بقى، ما انت بتشتغل مرتين اهو صبح وبعد الظهر. فكرت حاجه على فكره، بس يوني كان قال لي ان شاء الله لما نبتدي الاعمال والمسائل تتسع، ده بعد عمر طويل هنحتاج موظف حسابات. ايه رايكم في الحكايه دي؟ نو بروبلم. سامي انت مش ليك اخت بتشتغل مامور الضرايب؟ ايوه. ليه؟ ليه ايه؟ خليها تيجي تقعد معانا تمسك لنا حسابات الشركه لما نيجي نشتغل. لا لا يا جماعه مش ممكن ابدا، انتوا عارفين الكلام ده ممنوع. يا سيدي احنا مش هنعملها بصفه رسميه، هنعملها بصفه وديه، يعني نكتب معاها عقد كده اي كلام واشتراطات اي كلام، مهم تيجي تمسك الحسابات. ايوه مهم جدا انها تمسك الحسابات. انا موافقه بس بصفه وديه. ما انا برضو قلت لهم كده، وعلى الاقل الاقي حاجه تشغلني بعد الظهر. ايوه بس تروحي لوحدك وترجعي لوحدك، ما تربطنيش بيكي. ما تخافش، انت عارف انا مبسوطه اني هشتغل معاكم في المكتب ده. ليه؟ علشان هشوفها. هما الولاد هيتاخروا في الكليه النهارده؟ ايوه. بس يوني. نعم. ما انتش عايز تقول لي حاجه؟ ايوه عايز، بس خايف. لا ما تخافش. مش هتزعلي؟ مش هتقولي لي ما قلتليش من الاول ليه؟ لا 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 مش هقول كده، بس قول. ها اللحمه ناقصه سوى. هقوم اسويها لك. لا 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 مش مهم، انا قربت اخلص. بس يوني ها انت بتروح فين؟ يعني ايه بروح فين؟ يعني انت بتخرج بعد الظهر من البيت، واكيد بتخرج الصبح كمان، بتروح فين؟ اديني بنزل الصبح اتسكع، اروح القهوة، امشي في الشوارع، وبعد الظهر مع اصحابي. كل يوم؟ ايوه كل يوم. يعني اقعد اتسجن في البيت؟
استنى لما مراتي ترجع من شغلها. طب خلاص ما تعصبش نفسك كده، انا عارفه ان المعاش ده قاسي جدا، لكن الحكمه منه ان الانسان يستريح. هو انا راحتي بقى انه اخرج كل يوم، ايه رايك؟ بس يوني. نعم. ما انتش حاسس انك نفسك تقول لي حاجه؟ المره دي حاسس ان نفسي اقول لك حاجه مهمه فعلا. ايه هي؟ نفسي اتثبت على الاكل. انما احنا اتصلحنا قوي يا نجوى، بقينا بنشتغل وبننتج وبنيجي في مواعيد الشغل وما بنمشيش الا بعد مواعيد الانصراف. ايه الحكايه؟ جرى ايه يا ألفت؟ حد يكره؟ لا، هو انا قلت حاجه بس يعني افهم ايه سبب التغيير ده كله. اقولك انا يا ألفت عشان ما تقضيش تلقاه في الكلام، كل انسان بيمر في حياته مرحله بيبقى ضايع فيها، واحساسه بالضياع ده بيدفعه لبعض التصرفات الغلط. وبعدين ربنا بيكرمه وبتنتهي حاله الضياع دي ويفوق لنفسه كده من غير اي تدخل خارجي. لا يا ست ألفت، من غير اي تدخل خارجي. انا رايح عند المراقب على بال ما تخلصي اسئلتك. لا حقيقي يا نجوى، ايه حكايته؟ وجدي اتغير قوي. وانا ايش عرفني؟ ايه ده، انت تعرفي وتعرفي وتعرفي زي ما قالك، فترة احساس بالضياع وانتهت. لا اكيد انت ليكي دخل في الموضوع. على العموم عايزه اقولك على حاجة يا نجوى، خدي بالك في نوع يفضل يتمسكن لغاية ما يتمكن، وجايز اللي احنا شايفينه على وجدي ده كله يكون تمثيل. فكرك كده؟ انا بقول خدي بالك، جايز وجدي يكون من النوع ده. اصل مش معقول وجدي اللي كان عمره ما بيهمد ودايما غرقان في حياه الليل والعربده، ده كان بيجي الشغل ضيف علينا، فجاه يبقى كده؟ اسيبك انا لحسن عندي شغل. لا دي حكاية ما يتسكتش عليها أبدا. أنا عايشة في جو كل غش، هو بيغشني وأنا كمان بغشه. طب هو بيغشك وبيروح مكان الله أعلم بيروح فين، إنما أنت بتشتغلي وبشهادتك يبقى بتغشيه في إيه؟ يا جماعة إحنا لازم نتكتك ونعمل خطة محكمة جدا. لا تكتك أنتوا، أنا بقى تكتكت فتكتكي تكتكني في الاسم كان يوم أخبر. يا جماعة لا دي حكاية ما يتسكتش عليها أبدا. تلات زوجات متأكدين من خيانة أزواجهم ليهم، وكل يوم بيروحوا مكان مريب، ولحد دلوقتي مش قادرين نوصل لإيه سر المكان ده. لا المرة دي بقى هنوصل، سيبوا الحكاية دي عليا، أنا هكلمكم في التليفون بأسرع مما تتصوروا وهقول لكم هنعمل إيه. متشكرين يا عم سعيد. متشكرين يا عم سعيد. متشكرين يا عم سعيد. يلا بقى نشرب شربات انضمام الأنسة نجوى لأسرة الشركة. افتح عم سعيد الباب. على الله يكون عميل جديد ولا حاجة. اه يبقى وش نجوى حلو علينا. على فكرة يا أنسة نجوى، أنت إن شاء الله هتقعدي مع أخوكي في المكتب. حلو يا حياتي، صدفتها؟ هي اخوها في مكتب وانت في مكتب والاستاذ في مكتب وانا الوحيد اللي اتسوحت، ماليش مكتب في الشركه. يلا بقى امسكوا الشربات ونشرب نخب الانسه نجوى. ونخب سالي الركيزه الاولى للشركه. عم سعيد. يا عم سعيد افتح يابا. افتح الباب الزماني قلت. شربات مين فيكم ده بقى يا ترى؟ اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بك يا عروسه، وانت بقى العروسه اللي بيشربوا شرباتها. انا رتيبه.
يا جماعة يظهر انكم هتفهموا غلط. نفهم ايه؟ ما فهمنا خلاص. مش حضرتك برضو اللي قابلتني يوم ما كنت عاملين الاعلان؟ يا منى حبيبتي ادراكا للواقع تعالي جوه اقول لك كل لو حاجة. سمحت مالكش دعوه بيها خالص، انا مش منقوله من هنا. اوكي سامي خد اختك وانسك وروحوا فوق. يا سلام اخته، مين بقى فيهم اخته ومين الانسه؟ انتوا عائلات وممكن تحلوا مشاكلكم بنفسكم، احنا في وسطيكوا اغراب. يلا بينا، عن اذنكم عن اذنكم. يلا نورتونا والله، نورتونا يا فندم. اهلا وسهلا. انا عايز اعرف ايه حكايه الشقه دي بالظبط؟ هي دي الدوره الاداريه يا سي عبد السلام؟ ما تتكلم يا سي نبيه، ما تقول حاجه. انا من رايي بلاش نتكلم هنا، كل واحد ياخد مراته في بيته ويتفاهم معاها. لا بقى، انا مش بنقوله من هنا الا ما اعرف ايه المكان ده بالظبط. وانا كمان. هو انا لحقت اقول حاجه ولا اعمل حاجه؟ انا فتحت الباب راحوا مزقني على جوه وراحوا مدخلين زي الصاروخ. انا مش فاهمه حاجه ابدا. بعدين حابه افهمك، المهم دلوقتي في المجزره اللي هتحصل بره دي. تعرفوا يا جماعه انا مبسوطه جدا للي حصل. ازاي بقى؟ ده بيقول لك في مجزره هتحصل بره. ولا مجزره ولا حاجه، ما هو كان لازم الستات دي تعرف جوازها بتروح فين وبتعمل ايه، وبعدين دول عاملين شركه يعني ما بيعملوش حاجه غلط. ولو بتقول لهم صرحوهم بالحقيقه مفيش فايده ابدا. عاوزين انا في حاجه دلوقتي؟ لا اتفضل انت دلوقتي. وانت يا سالي خدي نجوى اوضتك واقفلوا عليكوا الباب بالمفتاح وما تفتحيش الباب مهما حصل، دول ستات متهورين والله اعلم ممكن يعملوا ايه. حاضر يلا يا نجوى. يلا يا سالي. انزل من هنا بشرط اشوف الشقه دي اوضه اوضه قبل ما اتحرك من هنا. ايوه تمام. عداك العيب يا جمالات هانم يا اختي، ونخرج العيب من اهل العيب ما يبقاش عيب. انا مش فاهم اصرارك ده ليه يا جمالات. انا قلت لك 100 مره ان الشقه دي مكتب تصدير واستيراد مؤسسينه احنا الاربعه. انا عايز افهم حاجاتي اللي اتاخدت من البيت راحت فين؟ هنا في مكتب التصدير والاستيراد؟ مكتب تصدير واستيراد يا بسيوني يتحط فيه بطانيه وكوفرتات وملايات ولا دولاب وشيزلونج ولا تسريحه وكومودينو؟ يا رتيبه الحاجات اللي بتقولي عليها دي مش موجوده هنا مش كده؟ عندك العيب. مين قال الحاجات دي هنا بقى؟ امال فين يا سي نبيه؟ عند الاستاذ عبد السلام الغلبان اللي اتحجز عليه؟ لا عند الاستاذ نبيه المسكين يا عيني اللي بقى عفش بيته. لازم اشوف الشقه دي اوضه اوضه. لا بقى مش هتشوفيها، وكفايه كده اتفضلوا على بيوتكم. الله ده بيشخط. اسمع انت يا جدعان، انا ما بحبش الشخيط، انا بقول لك اهو. رتيبه رتيبه اصر الشر، اهدي بالله، خدي اصحابك الحلوين دول وانزلي معلش. يلا وبعدين انت يا ست هانم انت ازاي تخرجي من البيت من غير اذن؟ طب حسابك بعدين يا منى. فعلا حسابك هيبقى عسير قوي يا سي نبيه. يلا يلا مع السلامه. حاضر. انا نازله يا بسيوني بس حصلك في البيت. عبد السلام انا مستنياك ورا الباب عن اذنك. بطل شخيط. وانت يا نبيه ما تتاخرش عشان ماما واخواتي وخالاتي واولادهم وعماتي واولادهم هيباتوا عندنا الليله. يا رايقه. حلو قوي كانت. يلا يلا كنت هايل. انا متضايقه قوي، بقى اول يوم اجي اشتغل فيه في المكتب تحصل الكوارث دي كلها. بالعكس انا بعتبر اللي حصل النهارده ده حدث سعيد. ياه سعيد. طبعا ما هو ما كانش ممكن يستمروا بالوضع ده، لان مهما كانت طباع زوجاتهم في البيت ما افتكرش ان في زوجه عاقله هتمنع ان جوزها يشتغل ويحسن موارده. المهم سيبك من الكلام ده، انا سعيده قوي قوي اني قابلتك النهارده وكان نفسي اشوفك من زمان. ما هو سامي ياما كلمني عنك وعن الاستاذ بسيوني واستاذ عبد السلام واستاذ نبيه. وقال لك ايه عن الاستاذ عبد السلام؟ لا يا سالي بجد سامي اتغير قوي. انت قابلتيه ايام ما كان لسه سامي المستهتر البوهيمي، ما لاحظتيش انه اتغير؟ طبعا لاحظت. على العموم
انا حاسه ان احنا هنبقى اصحاب بعد ما يتفك الحصار اللي احنا فيه ده. هيبقى لنا قعدات وقعدات. ها مشوا في 60,000 سلامه. يا ما قلت لكم يا جماعه قولوا لهم الحقيقه بنفسكم، تيجي منكم احسن ما يجوا يعملوا عامله زي اللي عملوها النهارده دي. شكلكم ما كانش لطيف ابدا. اهو اللي حصل حصل. انا متاكد ان البيت حقيقه حريقه النهارده. زمان رتيبه عماله تسن لسانها وتتمرن سبرانه عشان الزعيق اللي هتزعقه. هو طبعا حرام حلاقي جيش في البيت من الاقارب والاطفال. ما هي عمليات الانتقام هتبتدي بقى دلوقتي. سلوى والنجوى في الاوضه. ايوه. طيب يلا يا جماعه يلا علشان تواجهوا المعارك اللي مستنياكوا في البيت. قصدك يعني نمشي دلوقتي؟ شكلها بايخ. هيبان كاننا خايفين منهم مرعوبين منهم. طيب يا جماعه انتوا عندكم نمر التليفون يا اي مساعده اي نجده كلموني على طول. ايه رايح فين؟ الجمهوريه دي يا اخي ما انت مريح ما عندكش حد في البيت. انا عارف رتيبه. اول ما هتشوفني هتقول لي امال الفلوس اللي بتدعي انك واخدها للدوره دي بتوديها فين؟ سؤال وجيه وهترد عليها ازاي؟ سؤال واحد هيجنني وعمال بيزن في دماغي. لما ده مكتب وشركه وشغل عاملينه في السر ليه؟ ابدا ده عشان 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 تكسب من ورايا، عشان الفلوس تجري في ايدك وتلعب زي ما انت عايز، عشان تبقى اغنى مني يا عبد السلام. عبد السلام من يوم ما اتجوزتني وانت قرش ملحتي عشان انا معايا فلوس وانت ما معاكش. وماله؟ هو عيب ان الراجل يعمل ويجدح ويبقى عنده فلوس اكتر من الست الهانم بتاعته؟ لا مش عيب، بس يشخشخ شويه يصرف مش يكسب في السر عشان يفضل قدام مراته الراجل الكحيان الغلبان اللي ما معهوش فلوس وهي تكبش وتدي. يا باي يكون في معلومك يا عبد السلام، دي اخر كلمه هقولها لك لاني مش هكلمك بعد كده. النهارده مش هحط ولا مليين في مصروف البيت. هتفضل ساكت كتير؟ انا ما عنديش كلام اقوله خالص، وما اعتقدش ان انت ليك الحق في اي كلام تقوليه. حاضر يا سيدي، حاضر يا سي السيد. الجاريه اللي حضرتك حاططها في البيت تخدمك وتشوف طلباتك ملهاش الحق انها تنطق تتكلم. بس بقى ما تنساش حاجه، ان الجاريه دي معها بكالوريوس هندسه تخصص كمبيوتر. يوه فلقتيني بقى بكالوريوس الهندسه والكمبيوتر بتاعك ده بالليهم واشرب ميتهم. صح، انا قابلهم واشرب ميتهم، وحضرتك تروح تفتح شركه من ورايا مع اصحابك وتشتغل صبح وبعد الظهر وتخرج وقت ما انت عايز وتيجي وقت ما انت عايز، وانا بقى قاعده في البيت اكنس واطبخ وامسح واستناك عند الباب بالطشت والميه الدافيه عشان تنقع فيهم رجليك والفوطه في ايدي عشان انشف رجلين سيدي. انت عايزه تقولي ايه دلوقتي؟ عايزه اقول انك اناني وما بتحبش الا نفسك. خلاص مظبوط تمام ماشي، انا اناني ما بحبش الا نفسي وفتح شركه وبشتغل صبح وظهر وبالليل. عايزه مني ايه؟ فورير.